التحليلية من الميادين، تظاهرات ضخمة في القدس المحتلة للمطالبة باستقالة نتنياهو. احتجاجات كورونا تعمق مأزق نتنياهو المهزوم سياسيا والملاحق قضائيا، فهل تطيح به؟ خزان صافر العائم قبالة الحديدة، مخاوف من كارثة بيئية تهدد البحر الأحمر. صراعات الحلفاء جنوب اليمن تهجر 100,000 مدني، ومنظمة الهجرة الدولية ترسم صورة مأساوية لأوضاعهم. تعطيل مجلس نواب الشعب في تونس وتحويل قاعاته إلى مرتع للفوضى. المرحلة الانتقالية للديمقراطية التونسية، أم أن أيادي داخلية وخارجية تسعى لتشويه المشهد السياسي في البلاد؟ وفي قضية اليوم، ناشونال انترست، الصين مستعدة لحرب الفضاء. واشنطن تعيد استحضار حرب النجوم في محاولة لاستدراج الصين إلى الفخ السوفيتي، فهل ينقلب السحر على الساحر؟ استقالة نتنياهو مطلب حمله آلاف الإسرائيليين الذين تظاهروا أمام مقر رئيس الحكومة وأمام مبنى الكنيسة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والتعامل الحكومي مع تفشي كورونا. استمرار التظاهرات المناوئة لها عمق متاعب نتنياهو المأزوم سياسيا والملاحق قضائيا. نتابع ثم نحلل. قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي فجر المتظاهرون غضبهم، أعدادهم بدأت في الازدياد، رفعوا لافتات تطالب نتنياهو بمغادرة الحكومة، وآخرون ربطوا بين وباء كورونا وديكتاتورية نتنياهو. التظاهرات باتت منتظمة في شارع بلفور، وأصبحت تشهد توترا متزايدا ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وقد لوحظ ازدياد أعداد المشاركين في هذه التظاهرات بعد انضمام المتضررين من جائحة كورونا مجموعات وأفراداً إليها. نرتدي القناع الوردي لأنه يرمز إلى السلمية. نحن نريد التغيير ولا نريد ديكتاتوراً هنا. نريد فقط أن نعيش بسلام وأن نتغير. المشاركون في التظاهرة جددوا مطالبتهم باستقالة نتنياهو المتهم بالفساد، وانضم إلى التظاهرة عدد من أصحاب المطاعم والمصالح التجارية، احتجاجا على سوء إدارة حكومة نتنياهو للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. الموساد الإسرائيلي كان يتباهى قبل أشهر بأنه اشترى 15,000 جهاز تنفس، لكن عشر هذا العدد فقط هو الذي وصل، يقول المتظاهرون. العديد منها رفض من قبل المستشفيات الإسرائيلية لسوء النوعية. محافظ بنك إسرائيل يطالب بتوفير المساعدات للفقراء فقط، خلافاً لقرار نتنياهو بإعطاء المساعدات لكل السكان. ومع كل الغضب الشعبي، تدرس الحكومة الإسرائيلية جدياً العودة إلى الإغلاق الكامل، بل وتهدد السكان بأنهم إن لم يلتزموا فلا مناص من الإغلاق. وهنا ستتصاعد الأزمة، وقد لا يلتزم أحد بقرار الإغلاق بحثاً عن قوت يومه. محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. ناصر، إذن نحن أمام تظاهرات متواصلة ومنتظمة، السؤال الذي يطرح، من هو قائد هذه التظاهرات؟ تحياتي رنا. لا يوجد من يقود هذه التظاهرات، هذه التظاهرات مطلبية احتجاجية وليست تظاهرات سياسية. ثانيا، لا يوجد من يقودها من الأحزاب الإسرائيلية القوية التي يمكن أن تعطي مظلة سياسية ووقت للتواصل. ثالثا، محدودية المطالب والسقف. ورابعا، أي ملف آخر يمكن أن يطويها وينحيها جانبا. خامسا والأهم، لا نزال نحن نتحدث عن جمهور إسرائيلي استعماري يميني متوحش متخلف، لا تنمو وسطه الحركات التقدمية ولو حتى كانت مطلبية. هذا الجمهور هو الذي ينتخب الأكثر يمينية والأكثر تعطش للدماء، لذلك لا مراهنات سياسية على تقدمية هذا الجمهور. حتى
يحتاج إلى سنوات عديدة ليصل إلى مستوى التظاهرات الأمريكية، وبالتالي نحن أمام هوجة سببها كذب الحكومة، النكث بالعهود والوعود، الوضع المالي المتأزم، والأساسي لن أتردد في أن أقول ذلك، الأساسي جشع المجتمع الإسرائيلي الاستهلاكي، وهو الذي يرى غزة محاصرة وفلسطين تموت جوعا، ويتظاهر الآن على نسبة الغنى بالنسبة له إذا قلت أو زادت. إذن يعني التظاهرات الحاصلة اليوم والتي نراها منددة بنتنياهو تحتاج أشواطا لتكون شبيهة بتظاهرات الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك سأتوجه إلى مراسل الميادين مراد الدلنسي. مراد، هناك مشاهد متشابهة بين التظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في إسرائيل، مشهد جورج فلويد نراه يتكرر خلال هذه التظاهرات، هل يمكن لهذه التظاهرات أن تشهد نفس الزخم الذي رأيناه في الولايات الأمريكية؟ رانا، ليس مستبعدا، ليس غريبا أن نرى ما يحصل في إسرائيل مشابها لما حصل ويحصل في الولايات المتحدة. هذه المشاهد التي نشاهدها ونتابعها من هنا لما يحصل من مظاهرات في إسرائيل هي حقيقة ليست المرة الأولى. التاريخ يخبرنا ب يعني ممارسات إسرائيلية سابقة، وحتى هناك تشابه بين ما حصل سواء في داخل إسرائيل ضد الفلسطينيين، ضد فلسطيني الداخل المحتل، أو ضد السود في الولايات المتحدة. تقريبا هي نفس الممارسات التي تتكرر هنا وهناك. المفارقة أن هاتان الدولتين، نتحدث عن إسرائيل والولايات المتحدة، من أكثر الدول التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة، ولكن المفارقة أن هذه الشعارات وخاصة شعار حقوق الإنسان يتم استعماله كلما كانت هناك مظاهرات في دول الممانعة أو بعض الدول الإسلامية والدول العربية، والهدف هو تحقيق أهداف الهيمنة والتدخل في سياسات هذه الدول والتنديد بما يحصل داخلها لهدف الهيمنة، وهو هدف استعماري بالأساس. ولكن في كل مرة يقع كشف هذه الممارسات وزيف هذه الشعارات التي يتم رفعها، وبالتالي مشاهدته مظاهرات الولايات المتحدة من غير المستبعد أن نشاهده داخل إسرائيل. نعم. أتحول مجددا إلى ناصر اللحام. ناصر، يعني يريدون التغيير وأيضا يريدون تغيير الدكتاتور في إشارة إلى نتنياهو، هل يمكن لهذه الاحتجاجات أن تطيح بنتنياهو؟ هل استقالتها واردة؟ نفصل السؤال إلى قسمين، هل يريدون تغيير نتنياهو؟ لا أعتقد، وإن كانوا رفعوا الشعار فإن الجمهور الذي خرج التظاهرات غير معرفة، هو متحرك مبني على متحرك وليس متحرك مبني على ثابت، يعني قد يكون من جمهور الليكود الذي تظاهر وفي الانتخابات الحقيقية صوت لنتنياهو. أما هل يقدم نتنياهو استقالته؟ هذا رهن بعملية التشبث المتواصل التي يظهرها هو وزوجته وعائلته بشكل همجي كبير، تشبث بالحكم، حتى لا يتردد المحللون هنا رانا في القول بأنه استغل فيروس كورونا لمصلحته، والصحف العبرية تنشر ذلك علانية. عابس بيدرمان أهم رسام كاريكاتير صوره بالأمس وهو في سيارة وينثر الدولارات على الجمهور الغاضب التي ظهر ضده. تذكرني التظاهرات الموجودة حاليا في إسرائيل بتظاهرات الجيش البريطاني الذي كان على متن السفن ذاهب لاحتلال جزر الفوكلاند على ما أعتقد عام 1982، وأسميت حينها تظاهرات الشوكولاتة. احتج الجنود الذين ذهبوا لاستعمار دولة أخرى أن الشوكولاتة نقصت عليهم في السفن. هذه تظاهرات تل أبيب، تظاهرات الشوكولاتة، تريد المزيد من الاستهلاك، المزيد من المال، المزيد من الكاش، المزيد من الرحلات. بالمناسبة فتحت الأجواء بين إسرائيل وتركيا، وهناك يهرع الجمهور الإسرائيلي إلى فنادق تركيا، هم يريدون فيكيشن، يريدون إجازات، يريدون استعمار ديلوكس 5 نجوم و7 نجوم، وليست تظاهرات تستحق أن تتصف بالتقدمية ولا بالإنسانية. طيب، عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي طالب بتدخل طرف دولي ثالث لحل قضية ناقلة النفط صافر والحيلولة دون وقوع كارثة. ناقلة النفط التي تتهم أنصار الله الأمم المتحدة بمخالفة الاتفاق بشأنها تقف في البحر الأحمر وتحمل أكثر من 1,100,000 برميل من النفط، وهي مهبلة منذ بداية الحرب ومعرضة للغرق في ظل حاجتها للصيانة، ما ينذر بكارثة بيئية بحسب
وصف الأمم المتحدة. وفي اليمن أيضا فر 100,000 مدني من عدن والأحج نتيجة حرب الحلفاء بين القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا. منظمة الهجرة الدولية رسمت مشهدا مأساويا لواقع النازحين في ظل الفقر من جهة وجائحة كورونا من جهة ثانية. نتابع ثم نحلل. جنوب اليمن الواقع تحت سيطرة التحالف السعودي ولا سيما الميليشيات المتحالفة مع الإمارات العربية المتحدة يمر بأسوأ أوضاع إنسانية نتيجة استمرار المعارك بين الميليشيات المتحاربة وانعدام الأمن ولا سيما في عدن وانتشار وباء كورونا. هذه الأوضاع المأساوية دفعت أكثر من 100,000 يمني للفرار من هذه المناطق منذ بداية العام الجاري بحسب منظمة الهجرة الدولية. شكل وباء كورونا سببا إضافيا للنزوح إلى جانب انعدام الأمن واستمرار القتال خصوصا في عدن. الوضع في هذه المدينة صعب بشكل خاص، حيث ترفض المستشفيات الحالات المشتبه فيها، وقد أظهرت التقارير الإخبارية حفر عدد كبير من القبور هناك. اليمنيون الذين يعانون أساسا من أزمة فقر لا مثيل لها في العالم اضطروا إلى بيع كل ما يملكونه لشراء ما توافر من مواد غذائية. كنا أول نشتغل في البيوت، دحين البيوت تجي تقول لك لا دقيتين بابا يختين نظف لك، تقول لك روحي روحي روحي، خايفة قال لك لتعدي النار. البيوت دحين ما يقبلونيش، أشحت في الشوارع ما يقبلونيش، خافوا من كورونا، لا اعتدوا كورونا ولا هذا. وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تعاني من شح كبير في المساعدات. وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن طالبت ب 380 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا، ولم تتلق حتى الآن سوى 55 مليون دولار فقط، أي 14% من المبالغ اللازمة. المنظمات الأممية لن تتمكن من الاستمرار في دعم اليمنيين إن لم تحصل على المساهمات الموعودة بها. وكانت الدول المانحة قد عقدت مطلع حزيران يونيو الماضي مؤتمرا برعاية السعودية قررت فيه منح اليمن 1,350,000,000 دولار. بعض الدول المانحة تشترط عدم دعم مناطق الشمال بحجة سيطرة أنصار الله هناك. أما في الجنوب فالناس أمام خيارين هما بيع الممتلكات لقاء الغذاء أو التسول في الشوارع، فيما مستشفيات عدن لا تستقبل مصابي كورونا وفق ما تقول منظمة الهجرة الدولية. موسى عاصي، جنيف، الميادين. محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. موسى، سوف أبدأ معك من مسألة ناقلة النفط صافر. ما مدى خطورة وضع هذه الناقلة، وفي حال الوقوع في المحظور ماذا عن مروحة الارتدادات والتبعات؟ نعم، الخطر كبير جدا، وهو يعني يوازي 3 مرات أو 4 مرات الخطر الذي يعني حدث في العام 1989 عندما تسرب النفط من ناقلة أمريكية إكسون فالديز على شواطئ الألاسكا. هذه الكارثة التي حدثت قبل 30 عاما لا نزال أو لا يزال الأمريكيون يعني يعانون مبتدعياتها حتى اليوم. في اليمن المسألة ستكون أقصى بك كثير، كون أن هذه الكمية الكبيرة من النفط لن تقتصر فقط على الشواطئ اليمنية، إنما أيضا ستطال شواطئ السعودية، مصر، الأردن، إذا كل الدول المطلة على البحر الأحمر. ولكن في اليمن المسألة طبعا ستكون صعبة، ستزيد من معاناة اليمنيين بشكل كبير، خصوصا وأن نحو 100,000 عائلة يمنية تعتاش من صيد الأسماك، وهذه وهذا العمل وهذه المهنة بالتأكيد في حال حصل التسرب أو الغرق هذه الناقلة، فهذه المهنة ستغيب عن اليمنيين. بالإضافة إلى ذلك هناك المحطات ضخ المياه أو تحلية مياه البحر، وهي مياه أساسية لليمنيين الذين يعتمدون عليها بنسبة عالية جدا، إن كان للشرب أو لقضاء حاجياتهم اليومية. إذن الخطر كبير جدا على اليمنيين. المسألة اليوم باتت بعهدة الأمم المتحدة، خصوصا وأن الأمم المتحدة حصلت قبل نحو أسبوعين على الضوء الأخضر من قبل أنصار الله من أجل إرسال فريق أممي لمعاينة هذه الناقلة ورؤية الأضرار الحاصلة هناك ورؤية ما إذا كان هناك إمكانية لصيانتها. يعني التقارير الأممية تقول بأن صيانتها قد تكون مكلفة جدا. والمهم اليوم بالنسبة لليمنيين وللأمم المتحدة والدول المحيطة هو إفراغ هذه الناقلة من النفط الموجود فيها. طيب، أتوجه إلى ناصر اللحام. ناصر، يعني كما فهمنا من موسى عاصي بأن أضرار يعني في حال تسرب
شعوب النفط لن تقتصر فقط على اليمنيين وإنما سوف تطال يعني كل شعوب الدول المطلة على البحر الأحمر. الكل تقريبا كل الدول تحذر من هذه القنبلة الموقوتة العائمة في البحر الأحمر. لماذا لا نرى تحرك فعلي لاستدراك الوضع؟ يعني بصراحة لم حين تسألين هذا السؤال أشعر بأنك تسألين أهل الخبرة، أهل النكبات، أهل الهزائم، سألين 72 سنة خبرة في النكبات والهزائم. نحن يرانا أمام عالم أطرش، أمام عدالة عمياء. البكاء لا يفيد ولا ينفع، الحزن لا يثمر، العويل لا يصنع تاريخا. على اليمن أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم. لو بقينا في 48 ننتظر، لو بقينا ننتظر كرت المؤن والوكالات الدولية كي تتحرك لوجدت حالنا هذا. إذا اليمن استأنست أن تنتظر المساعدات الدولية أعتقد بأنها ستعيش نكبات ونكبات. عليها أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، عليها أن تعرف بأنها واحدة من خمسة أساسات للحضارة العربية، خمس عواصم عربية، خمس دول عربية هي الحضارة: اليمن والعراق وسوريا والجزائر ومصر. من دونها لا يوجد عروبة. نحن نتحدث عن خمس العالم العربي الآن، وأنا أتألم حين موسى عاصي يقول إما متسولين وإما يموت جوعا. لا، الحزن لا يثمر بل يثمر الغضب. في الواقع يعني ناصر، يعني سؤال ينطلق من أن يعني أكثر من دولة يعني طالبت باستدراك الوضع، منها بريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ودول المحيطة والمطلة على البحر الأحمر، ورغم ذلك لم نرى أي تحرك فعلي أو يعني عملي. أعود مجددا إلى موسى عاصي وأنتقل يعني إلى ملف آخر. موسى، يعني أي سيناريوهات تنتظر جنوب اليمن في ظل ما حذرت منه منظمة الهجرة الدولية، ونحن نرى يعني صراع الحلفاء هناك؟ نعم، يعني الصورة التي رسمتها المنظمة الدولية سوداء جدا لجنوب اليمن، علما بأن يعني من المفترض وبحسب التصريحات والاستراتيجية التي وضعتها السعودية والتحالف السعودي بأن المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة المدعومة من قبل التحالف يجب أن تكون في أحسن حال من الحكومة أو من المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله. نرى اليوم أن المشكلة أكبر بكثير، نرى أن حروب الحلفاء هناك بين الميليشيات التابعة للإمارات والميليشيات التابعة لحكومة هادي قد قضت على الأخضر واليابس في هذه المنطقة. المأساة أن المستشفيات كما ذكر تقرير الأمم المتحدة لا تستقبل مرضى الكورونا اليوم، لا تستقبل مصابي الكورونا اليوم، وأن القبور بحسب هذا التقرير تكشف عن حجم ومدى الخسائر التي تسقط في هذه المنطقة، والذين يتركون للموت في الشوارع وعلى جانبات الطرقات. في نيسان إبريل الماضي قررت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منع المساعدات من الوصول إلى جنوب إلى شمال اليمن، إلى صنعاء والمناطق الشمالية. تراجعت هذه المساعدات إلى أكثر من 50%، ولكن هذه المساعدات كان من المفترض أن تستمر في مناطق الجنوب حيث السيطرة للميليشيات التابعة للتحالف السعودي، خصوصا وأن المؤتمر الذي عقد مطلع حزيران يونيو الماضي والذي وعد ب 1.3 مليار دولار لليمن أيضا بشروط جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية عدم ضم مناطق الشمال لهذه المساعدات. نعم. أين كل هذه الأموال عندما نطرح السؤال على الأمم المتحدة؟ لماذا أنتم بحاجة للأموال وقد وعدتم بأكثر من مليار و300 مليون دولار؟ يقولون بأن هذه المساعدات لن تصل ولم تصل أو وصل منها القليل جدا، وهذه لا تكفي بالكاد لبعض الأمصال والأدوية والأغذية. طيب، مجلس نواب الشعب التونسي تعطل وباتت قاعته مسرحا للفوضى والعبث، الأمر الذي أصبح مسيئا لتونس ولشعبها. واقع أفرز تساؤلات عمن يقف خلف استهداف الديمقراطية التونسية، وانعكس على مواقع التواصل عبر تعليقات لاذعة وتغريدات غاضبة. نتابع ثم نحلل. أهلا بكم. العراق داخل مجلس نواب الشعب في تونس تحول خبرا يوميا، فالبرلمان بات حلبة لتبادل التهم والشتائم بين النواب ومرتعا للفوضى والعبث وحتى للاحتكاك المباشر بوسائل عديدة. هذا العبث المتواصل في البرلمان لاقى انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل التونسيين باعتباره مسيئا لصرح الديمقراطية ولتونس وشعبها. نايبو عليا؟ نايبوش نيبو عليا؟ ناي تو مرت راجل
يعطيك منهولة تهزك، يعطيك منعولة تهزك. مقهى يحكى أن رسم كاريكاتوري تداوله الناشطون يجسد حوارا بين مواطنين يتساءلان بسخرية فيما بينهما، هل من عليه سوابق في البرلمان يتم أخذه إلى السجن أم لا؟ واعتبر الناشط محمد رياحي في تغريدته أن ما يقوم به بعض النواب لا يشرف تونس ومكانتها التي أسسها الزعيم الحبيب بورقيبة. تهكم وسخرية طغت على التعليقات المرفقة بصور وفيديوهات مليئة بالتأسف على واقع تونس اليوم المختلف عما أراده الشعب من تونس الثورة. الله لا يرجعوا عليك هم فيه ظلم الناس وعذبهم وحطهم في الحبس ولا اتكلم خلف هذيك. هذا الناشط اعتبر أن ما يجري داخل البرلمان هو مؤامرة خارجية مدفوعة الثمن لإدخال تونس في ظلمات التيه وإرجاعها إلى زمن السجون والاعتقالات والإعدامات. كامل يخلف كتب في تغريدته من جهته: لا أستبعد أبدا أن تلجأ ممثلة الدول محور الشر في البرلمان التونسي ومن معها إلى إشهار السلاح لفرض آرائها وأفكارها وخططها المشبوهة، فعلى التونسيين الحذر ثم الحذر. نختم مع هذه الناشطة التي علقت على هذه الصورة: التونسي عنده نفس طويل في الصبر، لكن ثقوا أن هذه المهازل التي تحصل في البرلمان لن تطول، وقريبا ينفد صبرنا وتدفعون الثمن كلكم على بعضكم. مراد، هل فعلا الديمقراطية التونسية اليوم مستهدفة؟ مستهدفة يعني من الداخل أو من الخارج؟ حقيقة ينقسم هنا السؤال، ولكن التونسيون اليوم ينظرون كما كنا نشاهد بألم كبير لما وصلت إليه الأوضاع السياسية بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مستوى سيء جدا. الوضع السياسي وخاصة داخل البرلمان وبين الأحزاب يعني لا ينظر بأن الأيام المقبلة والأشهر المقبلة ستحمل الجديد أو ستحمل أخبار جيدة على الساحة التونسية، لأن الوضع اليوم رانا هو صراع الكل ضد الكل، يعني بما للمعنى من كلمة، بين مكونات المشهد السياسي. حلفاء الأمس أصبحوا خصوما اليوم والعكس صحيح، وكما كنا نشاهد صراع حاد بين الإسلاميين والمنظومة القديمة أو ما يسمون بالتجمعيين اليوم في تونس. إذن هو صراع الكل ضد الكل. هناك حديث نعم عن تدخلات خارجية، ولكن التونسيون اليوم ينظرون إلى الداخل ويقولون دعنا نبدأ بإصلاح ما وضعناه بأنفسنا لهذا المسار الديمقراطي التونسي. أغلب التشخيصات تذهب إلى أن تونس اليوم ترتدي جلباب الدولة الديمقراطية الناضجة، والحال أن ما يمكن أن تذهب إليه تونس هو أنها في طور الانتقال الديمقراطي، ولكن القوانين التي وضعها المؤسسون هي التي جعلت الواقع السياسي اليوم بهذا الشكل. الدستور التونسي والقوانين الانتخابية جعلت القوانين بين أيدي 217 نائبا وهم الذين يقررون، ولكن التونسيون اليوم يرون أن الذهاب إلى نظام رئاسي هو الأجدر لتونس لكي تتخطى هذا المأزق السياسي. طيب اليوم سأسأل هناك مدى قبول يعني هذا الطرح على الساحة الداخلية التونسية، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى موسى عاصي مجددا. موسى، هل النموذج التونسي اليوم ربما اليتيم الذي خرج من ما يعرف يعني بالربيع العربي من دون دماء، هل هذا النموذج اليوم مهدد من خلال المشاهد التي رأيناها؟ يعني من السابق لأوانه القول بأن التجربة التونسية مهددة أو بأنها ستفشل. هذه المشاهد التي رأيناها في البرلمان التونسي رأيناها سابقا مشاهد مكررة في برلمانات دول عديدة تسعى إلى التحول نحو الديمقراطية، ولكن هل هناك خطر على التجربة التونسية؟ هل هناك خطر على تونس؟ نعم هناك خطر على تونس، وهنا أريد أن أتحدث فقط عن العوامل الخارجية التي تسعى لإحداث نوع من التفرقة والخلافات
الملفات القاسية داخل تونس، وهنا أتحدث طبعا عن التدخلات التركية التي تتعاون بشكل كبير مع حزب النهضة في تونس. أتحدث أيضا في المقابل هناك تدخلات خليجية سعودية إماراتية تتدخل أيضا بالتعاون مع بعض الجهات والأحزاب التونسية. هذه الخلافات أو هذه الجهات عندما تتدخل هذا يذكرنا بالوضع إلى حد بعيد، بالوضع بما يجري في ليبيا، وإن لم نكن يعني هناك خلافات طبعا في ليبيا، هناك حروب ومعارك وسلاح يستخدم. يعني نأمل أن لا تصل الأوضاع في تونس إلى هذا الحد، ولكن الخطر الخارجي موجود، التدخلات التركية والتدخلات الخليجية موجودة، وعلى التونسيين أن يقوموا بمنع أو ببناء جدار لمنع هذه التدخلات الخارجية من الوصول واللعب في دارهم. وربما هذا لمسناه أيضا موسى من خلال التغريدات التي يعني شاهدناها في التقرير الذي عرض. أتحول مجددا إلى مراد الدلنسي. مراد، المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري اليوم يقول أنه لا استقرار في تونس إذا استثنيت أو تم استثناء النهضة من التشكيلة الحكومية المقبلة. يعني هذا الكلام مع المشهد بالأمس، يعني أي أرضية يرسم لتونس؟ يعني أي وجهة يرسم لتونس؟ بطبيعة الحال عماد الخميري كان يتحدث عن التحالفات الحكومية وعن رئيس الحكومة المقبل الذي من المنتظر أن يكلفه. البعض قرأ مراد في إطار التهديد، تهديد يعني الأطراف بالاستقرار والسلم الأهلي. نعم، هذا ما تحدث عنها الرئيس قيس سعيد اليوم. منذ ساعات قيس سعيد كرر عباراته التي تشير إلى أن هناك أطراف خارجية تتدخل لزعزعة الاستقرار في تونس بمساعدة عملاء من الداخل، ولكن حقيقة احتار التونسيون أي من هذه الجهات الخارجية يريد الرئيس توجيه أصابع الاتهام. من يتدخل في تونس من أجل هذه الفوضى وبث الفتنة بين الأحزاب وبين قرارات أو مراكز القرار في تونس؟ التونسيون ينظرون ربما إلى ثلاث عوامل أو تدخلات رئيسية. هناك من ينظر إلى المحور القطري التركي الذي يريد الديمقراطية في تونس، ولكنه يرفضها أن تكون بدون الإسلاميين. كذلك هناك الأطراف الأخرى، خاصة الطرف الفرنسي الذي بشكل مختلف. هناك توجه اقتصادي ربما ثقافي أكثر للهيمنة على تونس، إضافة إلى المحور الآخر الإماراتي المصري والذي له أغراض أخرى وهو إقصاء الإسلاميين. إذن هذا حديث متكرر في تونس حول هذه التدخلات الخارجية، ولكن إلى حد الآن لم يتم الإعلان عنها لحد الآن. نعم، بشكل صريح وواضح، لعل يعني حديثك هو عن رئيس الجمهورية. إذا مشاهدينا، شكرا جزيلا لناصر اللحام وموسى عاصي ومراد الدلنسي، وفاصل ونحلل من بعدها قضية اليوم. ابقوا معنا. في ثمانينيات القرن الماضي أطلقت واشنطن حرب النجوم لاستنزاف الاتحاد السوفيتي وتفجيره من الداخل، واليوم تعيد الكرة مع الصين. أكثر من 30 عاما تفصل بين الخطوتين، تغير فيها الكثير. فالصين اليوم ليست الاتحاد السوفيتي بالأمس، سياسة واقتصادا وعسكرا وحلفاء. وواشنطن اليوم ليست واشنطن في الأمتار الأخيرة من الحرب الباردة، التجرؤ عليها بلغ مستوى غير مسبوق. ومشاكلها مع الحلفاء تزاحم صراعاتها مع الخصوم والمنافسين. والتحديات الداخلية تداهم الرئيس دونالد ترامب في عامه الانتخابي الحاسم، فهل تفضي الخطة الأمريكية إلى نتائج عكسية؟ قالت مجلة ناشونال انترست الأمريكية أن الصين جاهزة لحرب الفضاء. الحديث الأمريكي المتكرر عن هذا النوع من الحروب يعيد إلى الأذهان حرب النجوم والظروف الدولية التي أحاطت بها. نتابع ثم نحلل. من جملة ما يلجأ إليه المرء وكذلك الدول عندما تضيق بها السبل هو فتح الدفاتر القديمة في محاولة للبحث عن حل أو خدعة أو طريقة نجحت في الماضي. وفي الأرشيف الأمريكي خطة حرب النجوم للرئيس السابق رونالد ريغان التي دعا فيها إلى استخدام النظم الفضائية في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
I am announcing today a plan to revitalize our strategic forces and maintain America's ability to keep the peace well into the next century. الخطة أعلنت في خطبة سميت إمبراطورية الشر، وبدأت حرب النجوم عام 1983 في سباق تسلح مع الاتحاد السوفيتي. سياسة ريغان كانت أكثر تشدداً من سياسة سلفه جيمي كارتر الذي ألقى عليه باللائمة في إضعاف قوة الولايات المتحدة، معتبراً أنه كان مصاباً بما يسمى بالعقدة الفيتنامية الناتجة عن الهزيمة هناك. لخطة ريغان العسكرية جوانب اقتصادية، فقد أراد زيادة الضغط الاقتصادي على الاتحاد السوفيتي الذي خصص جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري على حساب معيشة المواطنين. وبعد وصول غورباتشوف للسلطة وصل معدل النمو إلى صفر، إلى أن أنهك السباق العسكري الاتحاد تماما ليسقط غير قادر على مجاراة الولايات المتحدة. تلجأ الولايات المتحدة إلى خطة مثيلة الآن مع الصين فتدفعها إلى حرب فضاء، ولكن الصين على عكس الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين هي أولا قوة اقتصادية عملاقة، ثانياً موحدة داخلياً وهو ما دفع واشنطن إلى إشغالها في هونغ كونغ وغيرها، وثالثاً لديها حلفاء أقوياء، ومن دون أن ننسى أنه في الطرف المقابل أي الولايات المتحدة فإن الصورة اليوم مختلفة عما كانت سابقاً، فالتراجع الأمريكي يزداد والتجرؤ على الولايات المتحدة غير مسبوق، ناهيك عن المشاكل الداخلية التي بدأت تعاني منها المنظومة الأمريكية. محلل الميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين. قاسم، بداية، هل هناك من أوجه تشابه سياسية واقتصادية بين واشنطن والصين اليوم وواشنطن والاتحاد السوفيتي في السابق؟ يعني لعل أوجه التباعد أكثر بكثير من أوجه التشابه. أولا، الظروف ليست هي نفسها. في الثمانينات كانت الولايات المتحدة قوة صاعدة كبيرة تهدد دول العالم الثالث وتهدد أيضا المعسكر السوفيتي، ولم تكن لوحدها، كان إلى جانبها تاتشر على سبيل المثال، لكن كل دول المحور الأمريكي وأوروبا وغيرها كانت الولايات المتحدة تعتمد على هذا المحور بكامله، وكان الاتحاد السوفيتي بالمقابل شبه وحيد، يعني هو القوة العسكرية الوحيدة. أعتقد أن الصين تختلف تماما، يعني أولا عن استراتيجية العسكرية الصينية، هي يعني أخذت منحى ومسار مختلف، لا يعتمد كثيرا على الفضاء وحرب النجوم. في الإعلان الاستراتيجي الاستراتيجية الجديدة بال 2017 للصين والأمن القومي، تعتمد أكثر على الصواريخ الدقيقة وعلى تطوير المدفعية الكهرومغناطيسية، وتعتمد على الغواصات وحاملات الطائرات، ربما لأنها اكتشفت أن هذه المسألة كانت خدعة وقع فيها الاتحاد السوفيتي ولم تكن حقيقة. من ناحية أخرى الصين، يعني كان الحزب الشيوعي السوفيتي في تلك الفترة مترهل، وقاده غورباتشوف إلى ما يسمى بريستورايكا، بينما الصين مختلفة تماما، جددت القيادة الشباب، ونراهم يعني في كل مناسبة أن شباب أقل من الخمسينيات هم الذين يقودون المرحلة وهم يعرفون ويخططون، وحزب متماسك ومجتمع أيضا كمجتمع النمل، يعني ليس هناك أي انشقاق داخلي. ولكنه لا شك يعني أيضا قاسم بأن الفضاء لا يغيب عن يعني بال الصينيين لناحية التطوير. التوجه إلى نزار عبود، محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة. نزار، هل فعلا على الصعيد الرسمي الأمريكي هناك من يفكر باستنزاف الصين فضائيا بعيدا عما ذكرته ناشونال انترست؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. الولايات المتحدة منشغلة جدا في الداخل أكثر من أي شيء آخر. عفوا، هناك صدى في أذني. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة
في حاليا أزمتها الحقيقية هي في الداخل. دونالد ترامب والقيادة والإدارة الأمريكية الحالية مضعضعة، هناك وضع غير طبيعي كما أشرتم في التقرير، وبالتالي هم يحتاجون إلى عدو خارجي، وأي حديث عن صراع مع قوى أخرى في العالم هدفه بشكل أساسي هو حشد التأييد الوطني الداخلي من أجل نجاح ترامب مجددا في الانتخابات، وهذا مستبعد تماما. لكن في المقابل هناك خطة أطلقها الرئيس ترامب وتحدث مايك بينس عنها في ديسمبر الماضي، هذه الخطة تقضي بإنشاء قوة فضائية للتصدي للقوة الصينية الصاعدة. الصين لديها حاليا نحو 300 قمر صناعي جديد، لكن الولايات المتحدة لديها أكثر من 900 قمر صناعي، وصعود الصين قوي جدا. ما لدى الصين حاليا هو ضعف ما لدى روسيا، رغم أن روسيا طبعا سباقة في هذا المجال، وهي كانت من أكثر الدول سباقة في علم الفضاء عندما بنت المحطة الفضائية مير. لذلك الولايات المتحدة تتحرك بدواعي داخلية أكثر، بخلق أعداء خارجيين أكثر، لكن المعركة الحقيقية ليست في الفضاء، وليست المعركة الحقيقية هي معركة حضارية. الصين تتقدم بسرعة على الولايات المتحدة، ولا أعتقد أن أي شباك عسكري ممكن أن يحصل بين الجهتين. هناك فقط صراع على الأسواق وصراع على التقنية. سأسأل نزار عن احتمالية أي يعني مواجهة أو أي صراع على صعيد الفضاء، ولكن سأتوجه إلى سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو. سلام، قاسم قال بأن أوجه تباعد بين أمريكا والصين اليوم أكثر منها، يعني هناك من أوجه تشابه ربما مع المرحلة السابقة فيما خص واشنطن والاتحاد السوفيتي. سأسألك عن الصين بعيون روسية، كان هناك تقرير روسي تحدث عن الإصلاحات على صعيد العقيدة العسكرية وأيضا التقدم العسكري الصيني، ماذا يمكن أن نقول في هذا الإطار؟ نعم رانا، بين يدي هذا التقرير الذي أعده أحد المراكز الدراسات العسكرية والاستراتيجية القريب من وزارة الدفاع. في هذا التقرير يشار إلى أن الصين في عام 2015 وبدعوة من الرئيس شي جين بينغ قامت بخطة لتعديل عقيدتها العسكرية وأيضا لإجراء إصلاحات على قواتها المسلحة. الدافع من ذلك كما كانت ترى القيادة الصينية، وهذا نراه يتترجم في أرض الواقع اليوم، هو ما يحيط بالصين بشكل عام من مواقف ومن أمور، وكذلك تطور المشهد العالمي، وأيضا بروز المنافسة الشديدة، بل الضغط الأمريكي على الصين، وكذلك التهديدات الإقليمية التي تواجه الصين، وخاصة فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها، بالمناطق النزاعية، بأيضا المصالح الصينية عبر البحار والمحيطات والمضايقات التي تواجهها، وأيضا يعني هناك أمور أخرى تتعلق بالتوازن الاستراتيجي في العالم. لذلك شرعت الصين في إصلاحات على قواتها المسلحة اعتبارا من عام 2016، ويفترض أن تنتهي هذه الإصلاحات هذا العام عام 2020، لكن ربما جائحة كورونا ستؤخر هذه المسألة ربما عام إلى العام المقبل. المهم في كل ذلك، المهم في الدراسة الروسية التي تحدث عن العقيدة العسكرية الصينية، أن مسألة الفضاء أفرزت لها مكانة خاصة في هذه العقيدة، لأنه فيما يتعلق بالقضايا التقليدية طبعا الصين لديها قوات مسلحة كبيرة الحجم والأعداد، أكثر من 1.5 مليون الآن تحت السلاح، لكن في نفس الوقت هذه القوات ليست مجهزة بشكل كامل بأسلحة حديثة، هناك نقص في المعدات الحديثة، سواء كان فيما يتعلق بالأسلحة البرية، بالمدفعية، بالصواريخ، الصواريخ الاستراتيجية التي تمتلكها الصين والرؤوس النووية أيضا محدودة. فلذلك بالنسبة للصين في ضوء يعني تفوقها الاقتصادي وأيضا الإنجازات الكبيرة في المجال التكنولوجي والإلكتروني، شرعت في العمل بشكل حثيث في مجال الفضاء، ولذلك هي الآن تطور برنامج فضائي بما في ذلك بمركبات عسكرية كبير جدا. لكن يبقى هذا البرنامج، لنكون صريحين، يبقى هذا البرنامج مرتبط بالكثير من التقنيات بالبرنامج الفضائي السوفيتي، رغم أن للصين أيضا بعض الإنجازات، لكن أهم ما لدى الصين في هذه المسألة هي التكنولوجيات الحديثة، التكنولوجيات الإلكترونية، وهذا شيء مهم، وأيضا المعلوماتيات. في هذا المجال يمكن أن تحقق الصين فعلا تطور كبير في مجال الفضاء. قاسم، هل يمكن القول بأنني ما فهمته منك بأنه ليس هناك من دلائل تشي باندلاع يعني سيناريو مشابه لحرب النجوم؟
يعني أرى من المناسب أن نشير أيضا إلى مسألة حرب النجوم كما يعني ظهرت الوثائق فيما بعد، يعني بعد ما أعلن عنها ريغان، وكما تحدث ريغان في جامعة موسكو، أعتقد يعني 85 أو 86 في جامعة موسكو، قال ما هو يعني صرح بما ما هو الهدف من حرب النجوم الذي أطلقه ضد الاتحاد السوفيتي، وقال أن الهدف هو يعني إرجاع روسيا إلى المعسكر الغربي والانفتاح على الأسواق إلى آخره، وكان هذا الهدف من وراء يعني التهويل بحرب النجوم، لأن حرب النجوم يعني كما تبين فيما بعد وكما صرح غورباتشوف نفسه أعتقد السنة الماضية أو السنة التي قبلها بأنه وقع في الفخ، لم يكن يعني موضوع حرب النجوم متقدما إلى هذه الدرجة التي روجت لها أمريكا وروج لها الغرب. ما أدى إلى سقوط الاتحاد السوفيتي يعني بحسب مجمل الدراسات والأبحاث الروسية التي يعني وقفت على الموضوع لاحقا، أن غورباتشوف لعب دورا داخليا في الانهيار السوفيتي في الداخل بسبب ترهل الحزب الشيوعي وبسبب ما سماه غورباتشوف البريستورايكا الإصلاح، وبسبب الدعاية الهائلة المضللة التي قامت بها تاتشر وطبعا كل المعسكر الغربي حول ما يسمى الديمقراطية وإلى آخره. كل هذه المسائل يعني تبين الآن تتكشف أن المعسكر الغربي رغم أن بومبيو لا يزال يحرض على الحزب الشيوعي والاستبداد والديمقراطية، لكن ليس من دون أي قوام، وهذا يختلف عن تلك المرحلة السابقة. أما المسألة الاقتصادية وأن هذا النظام الترفيهي وإلى آخره، تبين أن كشفته كورونا بأنه يعني نظام هش قائم على يعني الاقتصاد الافتراضي وليس له قيمة إنسانية فعلية، حتى بالمقارنة لا أقول بالنسبة للصين، حتى بالنسبة لكوبا وإيران. صحيح. والدول التي تعتمد فعلا على اعتبار الإنسان هو الذي يعني ينبغي الاهتمام فيه وليس الإعلام. طيب. والفلوس والدولار وإلى آخره. وهذه يعني نقاط مهمة أشرت إليها قاسم. أتوجه إلى نزار عبود من جديد. نزار، يعني قلت يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد اليوم أن تصنع عدوا خارجيا ربما لتحويل الأنظار عن الداخل المأزوم بسبب كورونا ولأكثر من سبب وسبب، ولكن أيضا الرئيس دونالد ترامب يعني نادى وأطلق بالفعل القوة السادسة الفضائية وأفرد لها ميزانية. في أي إطار يمكن وضع هذا الاهتمام بالفضاء من قبل واشنطن؟ في إطار الردع أو في إطار إحكام السيطرة على الفضاء لإحكام السيطرة على الأرض التي يعني هذه السيطرة التي يعني رأيناها في السنوات الأخيرة نوعا ما مهزوزة؟ لا شك طبعا أن سباق الفضاء أو السيطرة على الفضاء مهم جدا على كل الأصعد. هنا الخطر السيبري حاليا يشكل أساسا دفاعيا لأي دولة. الخطر من أي هجوم سيبري قد يكون أكثر تأثيرا من هجوم صاروخي إذا كان بأسلحة تقليدية وليس نووية. طبعا الأسلحة النووية هذه شيء آخر وغير وارد على الإطلاق حاليا، هي ردعية أكثر منها هجومية بطبيعة الحال. طبعا السيطرة على الفضاء تعني أيضا السيطرة على شبكات الاتصالات، والصين لديها سبق كبير في مجال الاتصالات، لذلك أقمارها الصناعية تشكل خطر على من حيث إمكانيتها وقدراتها على التغلغل عبر الشبكات الحالية الموجودة. الصين لديها الجيل الخامس من الاتصالات وهي تستعد لإطلاق الجيل السادس أيضا، لذلك فهي سباقة كثيرا، وبالتالي الولايات المتحدة تخشى عليها في مجال التقدم التكنولوجي العالي. لذلك كانت الولايات المتحدة تريد استباق ذلك بأن يكون لديها أجهزة أو وسائل دفاعية يمكن أن تسقط الأقمار الصناعية التي تقوم عليها عجلة الاقتصاد الصيني وغير الصيني. لذلك أعتقد أن الاستعدادات ستستمر حتى لو تغيرت إدارة ترامب في التصدي للنمو الصيني التكنولوجي. نعم. الحضاري الفكري أكثر منه على المستوى العسكري. سلام العبيدي، هل حرب النجوم اليوم حاضرة في روسيا الحالية بطريقة أو بأخرى ربما بالعبر بالدروس؟
رانا، بالعودة إلى الحرب النجوم السابقة التي طبعا اعتبرت آنذاك خدعة، في الواقع في ذلك الحين الخبراء العسكريين الروس والعلماء علماء الفضاء استغلوا تلك الفرصة، كانوا على يقين بأن الولايات المتحدة كانت يعني تخادع في مسألة حرب الفضاء، حرب النجوم، لكن مع ذلك قطاع الصناعات العسكرية والفضائية في الاتحاد السوفيتي السابق استغل ذلك لطلب ميزانيات من الدولة، وهذه الميزانية أنفقت على مشاريع كثيرة سواء كان عسكرية أو فضائية للأغراض السلمية، وبفضل ذلك الإنفاق تم تطوير قطاع الفضاء وقطاع الصناعات العسكرية الروسية التي حتى الآن روسيا تعتمد عليها في صناعاتها الفضائية حاليا، بل أيضا في بعض أنظمة الأسلحة التي صممت في ذلك العهد بدأت تستخدم، يعني بدأت تنتج الآن في عهد روسيا الجديدة والتي يتحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين بين الحين والآخر. يعني صحيح أنها من الناحية الاقتصادية أنهكت الاقتصاد السوفيتي وساهمت مع أمور أخرى في تفكك الاتحاد السوفيتي، لكن في الوقت نفسه كونت قاعدة عسكرية صناعية علمية متينة تستند عليها روسيا اليوم. وإذا قارنا بين حرب النجوم آنذاك وما يجري الآن على الساحة الدولية، خاصة بين الخصوم الكبار، بين روسيا والولايات المتحدة من جهة، بين الصين والولايات المتحدة، هذه الحرب تختلف. وكما قال الزميل نزار، هي ليست حرب يعني بمفهوم أنه أحد الخصوم يقضي على الخصوم الآخرين عسكريا أو يدمرهم أو يمنعهم من حق الضربة المضادة، وإنما هي استغلال الفضاء للهيمنة العالمية اقتصاديا وتجاريا، السيطرة على أسواق الاتصالات مثلا، أيضا من أجل الاكتشافات الفضائية التي كما يعني سمعنا مؤخرا أن الحرب قد تنتقل إلى القمر، بمعنى استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في مكان القمر، ولذلك هناك تنافس من يصل إلى القمر أولا، من يقيم المحطة هناك. وفي هذه المسألة أود أن أشير طبعا باختصار فقط، أود أن أشير إلى أن روسيا لديها طبعا تطور كبير في هذه المسألة، خاصة لديها قدرة في إقامة وإنشاء وإطلاق مركبات فضاء وأيضا محطات فضائية يمكن أن تبقى فترة طويلة في الفضاء الخارجي، وهذا ما لا تمتلكه الدول الأخرى. يعني روسيا لديها قدرة أن تبقي في الفضاء طاقبا فضائيا لمدة حتى أكثر من سنة أو سنتين، ولها أرقام قياسية وصلت إلى حوالي سنتين. فمن هذه الناحية روسيا مستعدة بشكل عام للمنافسة الفضائية من أجل مكاسب اقتصادية. وعن مسألة يعني القدرة سأسأل قاسم عز الدين، يعني ولكن لابد من الإشارة بأن هناك ربما إجماع بأن وجهة الحروب المقبلة هي سيبرانية، وهي أكثر ربما حروب اقتصادية أكثر منها حروب عسكرية تقليدية. قاسم، هل هناك من قدرة على شن حروب الفضاء، وهل يمكن أن نشهد هذا النوع من الحروب، خصوصا بأنه عادة ما يمهد لما هو مقبل من خلال الروايات والأفلام، وهذا نراه يعني بشكل مستمر، هل يمكن أن نشهد هذه الحرب للسيطرة، لإحكام السيطرة لنقل على الأرض؟ يعني هي الحرب قائمة في الفضاء والحرب قائمة على الأرض، وهناك تناغم بين الحرب القائمة كما يعني أشار الزملاء، نوع هذه الحرب هي للسيطرة والسيطرة الاقتصادية والتقنية وإلى آخره، وهنا تتسابق الدول وخاصة روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية ومن يسبق أولا، وهذا ليس له نهاية، ليس هناك أفق يمكن أن تتوقف عنده دولة ما لكي تتغلب على الأخرى. هناك يعني مسار متشعب ومتناغم ومستمر. أما انتقال هذا الموضوع إلى الأرض، هو الآن منتقل على الأرض، وهو يعني الدول الثلاث تخوض تنافس وصراع على الأرض. بما أن الصراع النووي، الحرب النووية مستحيلة أو مستبعدة، وإذا حصلت معناه انتهاء الكرة الأرضية، كل الأطراف تحاول أن تخوض حرب بأشكال مختلفة. طيب قاسم، اسمح لي أن أنتقل إلى نزار عبود. نزار، يعني في أقل من دقيقة، هل واشنطن ترامب اليوم هي روسيا غورباتشوف يعني بالأمس ليس ببعيد؟ التشبيه موفق جدا. الولايات المتحدة حاليا في حالة انحدار اضمحلال، هي في انتكاسة على مستويات كبيرة، تبدأ بالصحة ولا تنتهي بالاقتصاد. الولايات المتحدة في مأزق حقيقي وتحتاج إلى ثورة
فعلية من أجل أن تعود قوة كبيرة. وهذا وارد، التغيرات في المجتمع الأمريكي تحصل، وما نشاهده على الأرض خير دليل على ذلك. شكرا جزيلا لك نزار عبود، وشكرا أيضا موصول لسلام العبيدي وأيضا لقاسم عز الدين، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.